في الساعات الماضية. وهنا طبعا أريد أن أسأل أستاذ فيتالي، يعني أستاذ فيتالي، وزارة الدفاع الروسية تعلن كل بضعة أيام عن خسائر في صفوفكم، يعني آخر إعلان عن تدمير 8 راجمات صواريخ من طراز هايمرس الأمريكية في منطقة خيرسون، بالإضافة لتحييد 30 جنديا في زابوريجيا، القضاء على أكثر من 10 معدات عسكرية وغير ذلك. في ميكولايف تدمير أكثر من 50 مركبة عسكرية، ودائما بحسب المتحدث العسكري الروسي طبعا. هذه الأرقام يعني كيف تنظرون إليها؟ هل هي أيضا دعاية روسية؟ طبعا نحن ننظر إلى كل هذه التصريحات كجزء من الدعاية الروسية، لأن روسيا كل يوم تدمر رجمات هايمرس كل يوم. يعني مجموع يعني عدد رجمات الهايمرس في أوكرانيا يبلغ كم، يعني 20 راجمة، ولكن روسيا يعني تدمر كل يوم 3 رجمات، يعني عندنا يعني ربما 100 راجمة. وكوناشنكوف كم راجمة لديكم حاليا؟ تقريبا 20 راجمة فقط. أها. يعني ولكن روسيا تدمر كل يوم 3، يعني عندنا يعني ليس 20 ولكن يعني كم، يعني 200 أو 300 يعني راجمة، يعني حسب إحصائيات روسية طبعا. طب هل تؤكدون ما ذكرته وكالة انترفاكس أوكرانيا أن عدد الجنود الذين قتلوا خلال أشهر الحرب بلغ 9000 جندي؟ صحيح، هذا ما قال أحد من مسؤولين وزارة الدفاع، وهذا يعني شيء طبيعي لأن الحرب واسعة نطاق جارية في أوكرانيا نصف سنة، وخلال هذا النصف سنة طبعا نحن نعاني من قتل جنودنا الذين يدافعون عن أرضنا. هذا الشيء طبيعي ولا ننفي وجود يعني الجنود القتلى خلال هذه الحرب. لكن ماذا عن العدد المتبقي إذن؟ هل بإمكانكم الصمود أكثر إذا ما طالت الحرب؟ بكل تأكيد يعني عدد الجيش الأوكراني في هذه اللحظة يبلغ 1,000,000 شخص، إذن 1,000,000 شخص هم الحين في صفوف الجيش الأوكراني وهم جاهزين للدفاع عن دولتنا.